أتعبكم الله ونفع بعلمكم. في سؤاله الرابع والأخير يقول: هل يجزئ أن يحج الرجل عن زوجته المتوفاة قبل أن تؤدي حجة الإسلام؟ أفتونا مأجورين. نعم، إذا كان حج هو عن نفسه حجة الإسلام فله أن يحج عن زوجته أو غيرها من الأموات، وهذا عمل يثاب عليه إن شاء الله، وينفع الميت بإذن الله. نعم.